وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكد مصر مهتمة بحقوق الإنسان دون التركيز على شق آخر. نكثف جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية وحل أزمة ليبيا سياسيا. ملك البحرين يعتذر عن حضور أي قمة أو اجتماع خليجي تشارك به قطر. ووزيرة الاستثمار تعلن برنامج إيطالي لدعم التنمية في مصر بقيمة 35 مليون يورو. وزير النقل: تعديل قانون السكة الحديد بما يسمح بدخول القطاع الخاص في تطوير منظومة القطارات. ووزارة التعليم تنفي شائعات بوجود خلافات وتقول الشراكة مع الجانب الياباني قائمة ومستمرة. وزير الآثار: تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير تجاوزت المليار دولار والافتتاح منتصف 2018. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والورد والياسمين. أحلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم الاثنين منتصف الأسبوع.